قلبا بنور هدى ليشرق منه كل وري. كفاك إذا اهتدى لله وردد كلمة التوحيد بأخلاق الهدى وسنا تمثل وادع حيث مشيت. كأنك من رسول الله قدمت وبالحياة أتيت. كل الضياء سفيرا كن داعيا ومنيرا كل الضياء سفيرا كن داعيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الرحمن وبياكم مسددة على الحق وطي وخطاكم. اليوم معنا تساؤل أيضا استكمال لما ذكرنا من تساؤلات في حلقات ماضية. التساؤل: نرى في يوم الجمعة بعض الناس، وهذه صارت الآن يعني هل هي موضة أو شيء ظهر ما أدري عند الناس كأنهم في مجاعة، يضعون علب الماء في المسجد وهو يصلي والإمام يخطب الجمعة. كل ما خطب الجمعة وهو يتكلم الإمام يبطل ماء ويروح يشرب ماء. شرب الماء والإمام يخطب للخطيب يجوز، واحد مضطر في سكر ودوخ وتعب يشرب ما في حرج، لكن المصلين اللي قاعدك واحد حط له علب ماء قدامه وكل شوي يشرب ماء والإمام يخطب الجمعة، العلماء قالوا لا يصح هذا الشيء، لأن هذا الشيء يجعل الإنسان يتحرك حركة فيها عبث في الصلاة وعبث في الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، في رواية: ومن لغى فلا جمعة له. الحركة لغير حاجة حال الخطبة لا يجوز. تخيل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان فيه حصى طابق الحجارة، طابق الحصى، قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنت قاعد في الخطبة الإمام يخطب الجمعة، تروح تأخذ الماي وتطلع الماي وتشرب، بعد ترد مضطر ما تمضطر، يعني انتظر كأنك قاعد تصلي خطبة، قامت مقام الصلاة، لذلك جعلت الخطبة مقام ركعتين، ما أنت مضطر غير. لا، واحد فيه سكر، واحد عنده هبوط، واحد مريض عنده كلى يضطر يشرب ماي، ما في حرج. الآن إذا فتح الباب على المصراعي، يمكن بعض الناس يحط له الآن يمكن سناك خفيف وكذا، ما أصبحت صلاة جمعة. سيأتي الأمر تدريجيا، لا سد الذرائع، خلنا نتعاون في الحد من هذا الشيء. ما أنت مضطر، ما إحنا مضطرين إلا للضرورة، ما في حال تبيح محظورات، والمحظور أنك تتحرك في الخطبة أو أنك تعبث، أو أن بعض الناس يروح يطلع على التليفون ويصور الخطيب أو يركب يكتب مسجات قاعد. أنا شفتها بعيني في صلاة الجمعة، بعض الشباب أثناء الخطبة ماسك تليفون مسجات. صليت يوم من الأيام صلاة الجمعة ورأيت شاب يلعب التليفون، وأنا طالع مسكت، سبحان الله، كان جالس بعد الصلاة ويكتب، يعني ما أدري يكتب أو يلعب لعب جيمز ما أدري شنو، وأنا طالع جيت أسلمت عليه: كيف حالك؟ قال: الحمد لله. قلت: أخي للأسف أنت حرمت نفسك، لعلك حرمت من أجر، لعل أنا ما أقدر أجزم. قال: بشنو؟ قلت: الرسول سلمناها عن الحركة يوم الجمعة أثناء الخطبة، يعني وأنت قاعد مسجات وتكتب وما أدري إيش قاعد تسوي، قاعد تلعب. قال: والله مسج مهم، أهم من لقاء الله تعالى، حتى لو أنت مو فاهم الخطبة والخطيب ما يعرف يخطب، أو دخلت مسجد والإمام يخطب خطبة أردو. صارت عندنا في الكويت، واحد يقول دخلت مسجد أو قال الإمام يتكلم أردو، خطبة بالأردو أو بالإنجليزي أو ما سالفة، وين داش؟ ما قرأ لوحة الأوقاف جزاهم الله خير، حاط لي المسجد هذا باللغة الأردية اللغة الهندية. يقول: أنا جالس خلني أطلع المصحف وأقرأ من التلفون، ما يجوز. طيب طالع السناب طالع كذا، ما يجوز. تعبث بأي شيء، الإمام يخطب اجلس، انتهى الخطيب تقوم تصلي ركعتين وتمشي. أما العبث الذي نراه من بعض الناس، لا، التواصل مع الناس بالتواصل الاجتماعي عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق العبث بالجوال والإمام يخطب لا يصح. الآن الناس تمادوا في هذا الشيء، أصبح هذا الشيء بين الأذان والإقامة وهو دعاء مستجاب في هذا الوقت. الدعاء بين الأذان والإقامة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد. تصدق منه عندك دعاء شد حيلك بين الأذان والإقامة، ما يرد دعائك، شد حيلك. أنا دعيت ما نزل، ينزل استجيب أمرك، معاملتك ترى موقعينه خاصين، يقول الوزير
لا تحاتي، الله استجاب دعائك، متى ينزل إجابة ستعلمها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. كن داعيا ومنيرا للحاذرين بشيرا، كل الضياء سفيرا، كن داعيا كل الضياء سفيرا، كن داعيا. الحمد لله رب العالمين. الناس الآن ولله الحمد والمنه يأتون المساجد مبكرين متطيبين مغتسلين يعظمون الصلاة، لكن لا يعلم الذي يفسد عليه الأجر ويضيع عليه من الأجور. الإنسان إذا صلى وقام وأدى الواجبات كما أمر الله تعالى بها له من الأجور من الله تعالى به عليم. كذلك دعاءنا بين ذا الإقامة، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد، لكن تأتي بأسباب استجابة الدعاء. أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، لا تلوث إيدك بأموال مشبوهة، أموال محرمة. بعض الناس يأكل حرام عادي، والمصيبة والجريمة الكبرى في تساؤل في هذا، هل هذا عذر؟ بعض الناس يقول كل الناس يأكلون ربا، كل الناس يغسلون، كل الناس يسوون، كل الناس يفعلون. مو مقياس، ولو كان ما كان، يجب عليك أن تتقي الله تعالى في إطابة إيش أكلك الذي تأكله. أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة. بعض الناس يقولك يعني عادي، الناس كلها. من علامات يوم القيامة، وهذا التساؤل مهم جدا، من علامات يوم القيامة أن الرجل لا يبالي بماله من أين اكتسبه، من حلال والمحرام ما يهمه، عادي بكل الناس اشتاوه وقفت علي أنا الكل. لو المصيب ولده الأمر أنه يضرب البنوك الإسلامية، نعم بعض بين قوسين البنوك الإسلامية عندها استغلال، بعضهم اسمه إسلامي والتعامل الإسلامي بريء من بعض الناس. المصيبة أنه يقول كلهم حرامية، كلهم ربا بربا. لا، قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ما يجوز أن يعني نخلط الأوراق. نعم بعض البنوك التي إسلامية للأسف للأسف يمكن فوائدهم، ما أحب تقول كلمة الفائدة، الأرباح تكون أكثر من بعض البنوك الربوي، لأن البنك الربوي بيأخذ منك أرباح ثانية بس طريق غير مباشر. فلازم تكون لنا وقفة مع أخوانا في البنوك الإسلامية، يكونون فعلا وجه مشرق واستبشار للناس، عدم استغلال لبعض الناس. حتى بعض الناس ودنا يسدد القرض بدري بس طيحوا عليه لا تمت البيع. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضع وتعجل، أنا ماخذ قرض ما راح أسميه قرض، بيع مرابحة جميل. طيب الاسم هذا يناسبكم، تقول له خذيت بيع مرابحة والله من علي وجاتني فلوس بسدد، خلاص أنت ماخذ عليك فوائد، ماخذين عليك 3000 دينار، خلاص هي عليك 3000 دينار بسدد، يجوز. ضع وتعجل، قال عليه الصلاة والسلام. فالتساؤل الآن، تبي الله يستجيب دعاءك أطب مطعمك، والدعاء لا يرد. لعبت نشوفه بعض الناس بين ذوي الإقامة ماسك التليفون يلعب التليفون، ماسك ما يليق، يعني مو وقته. أنت الآن تركت الدنيا، دخلت المسجد قلت اللهم افتح لي باب رحمتك، طيب ما طرقت الباب، باب الدعاء الاستعانة، اقبل على الله تعالى. أنا لما أكلمك يقولك طالعني طالعني، قط التليفون قاعد تكلمني، قط التليفون ركز معي. إذا مخلوق ما يرضى أنك تغفل عنه، ولله مثال الله أعظم، قدر ربك حتى جنبك يطقك قط التليفون. يا أخي احترم الرجال، من باب احترام رجل ومخلوق الوقوف بين يدي الله تعالى في صلاتنا وكذلك في انتظارنا للصلاة. أنت في صلاة، تو ما قام الصلاة أنت في صلاة، تنتظر الصلاة أنت في صلاة، تسمى صلاة معنى ما في ركوع وسجود، أنت في صلاة. هذا الرسول قاله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. فنعظم هذه الأوقات. التساؤل، هل أنت ممن يستغل هذا الوقت في الدعاء؟ أنا أدري عندك طلبات تبين الله تعالى يستجيبها، هموم لازمتني وذنوب آذتني، تريد المغفرة وإزالة الهموم، أرفع كف الضراعة بين أذى والإقامة فإن الدعاء لا يرد. صلى الله يستقب يعني يستجب دعاءنا ويسر أمورنا، ويجعلنا وإياكم ممن تعمد أن يترك الدنيا لمن لوجهه عز وجل حتى يلقى الله تعالى وهو عنا راض. نشوفكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لديك الفرصة الكبرى، ملايين من الأحلام، فوزع من هدايا النور وانشر بسمة الإسلام. هنا درر السماء لديك، هنا وقلوبهم أصدى، ومرمى الخير بين يديك، فحقق أعظم الأهداف.